لكن مثلا. انا عندي سؤال بقى، يعني انتوا اساتذه اتدربتوا ازاي؟ اتعلمتوا ازاي؟ كبرتوا ازاي؟ الاحزاب مدارس سياسيه، احنا انا انضميت للحزب وانا في اولى جامعه سنه 1986، قعدت في حزب الوفد لجنه الطلبه واتخانقت مع يعني الاستاذ عصام شحاته في كنت لجنه ساعتها الشباب فين؟ في كليه الحقوق في جامعه القاهره. الحقوق. جميل، انا جبتهم من الجامعه. حلو قوي، 18 جبتهم سنه. من الجامعه، هو ده اللي انا لا عايزه ما انت ما اتكلم عليه. جبتنيش، انا اللي رحت لوحدي واتخانقت معاك في لجنه الشباب ومشيناه من لجنه الشباب وخدناها منه. ايوه انا قصدي انضميتوا لحزب الوفد امتى؟ كنتوا فين؟ في الجامعه. 18 سنه وكان في اسر طلابيه. حلو قوي، كان جوه الجامعه في ايه؟ هو ده اللي انا عايزه، ايوه ده اللي انا عايزه اوصله. لا يا استاذ عصام، كان في لائحه طلابيه بتحكم العلاقه ما بين الطلاب. هجيب لك كلمه والله هتاتي لك. بتحكم العلاقه بين الطلاب كانت بتعوق في كثير من الاحيان ممارسه العمل العام، لكن لما ظهرت الاحزاب في 76 وده اللي كنت عايز ارد عليه على سياده النائب، انه من 76 واحنا بنقول التجربه الحزبيه وليده التجربه الحزبيه، يعني ما انا متصور ان التجربه الحزبيه يعني ايه شاخت، لان احنا من 76 الى اليوم انا متصور ان الاوان ان التجربه الحزبيه تجني ثمارها. انا بقى عايزه امشي في السكه دي عشان هي دي السكه الصح. أيوه. ان انتوا اتحادات طلابيه، اتحادات طلابيه. خلينا نشوف الواقع دلوقتي. لا قبلها اسر طلابيه، قبلها اسر طلابيه ام مسيطر عليها؟ بنقول الحقيقه بقى، بس احزاب الاتحادات الطلابيه الان في الجامعه. لا قبل الاتحادات الطلابيه في حاجه اسمها اسر طلابيه، اسر داخل الجامعه. حزب الوفد عامل اسره اسمها اسره المصري، الاخوان عاملين، طب ما دلوقتي الجهات عاملين. ثواني انت دلوقتي بيقول لك لا سياسه داخل الجامعات. ما انا بقول لك الوضع ماشي، ما كان بيتقال كده وقتها برضه وقتها. لا 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 لا، هما بيقولوا لا عمل حزبي داخل لازم يبقى فيه سياسه. يا استاذه طيب. احنا لما كنا في الجامعه كان وزير الداخليه زكي بدر الله يرحمه. خلاص يعني مش محتاج اكلم اكتر من كده. خلاص مظاهرات، مسيرات، معارض، كل القضايا بتناقش. انا جيلي من التيارات السياسيه الاخرى، احنا كبرنا مع بعض. حلو قوي، هذا لا يحدث الان. ما هو انا ازاي اربي، ما هو في اسر طلابيه دلوقتي بس سياسيا، او الشابه دي سياسيا اذا كان هو يعني بدون مظاهرات وبدون مسيرات، انا اربي سياسيا ازاي؟ احنا كنا في الجامعه بنعمل اللي احنا عاوزينه. كانت بتبقى المشكله دايما لما تعوزي تخرجي بره باب الجامعه، وكان بيتم اقتحام باب الجامعه والناس بتخرج. بس كمان كان في قضايا وقتها، كان لسه الانتفاضه بادئه جديد 87، اول انتفاضه، كان في سليمان خاطر 85، كان في قضايا سياسيه وكان في احزاب مفتوحه. احنا لما شفنا الناس بتوع الوفد عملنا ايه؟ سالنا حزب الوفد فين؟ قالوا في المنيره. خدناها ماشي ورحنا للحزب وتعرفنا عليهم، فبقى في مكان انت بعد الجامعه بتروحيه. ده مبقاش موجود دلوقتي. هو مين دلوقتي عنده شباب لجنه طلبه؟ هو ده اللي احنا محتاجينه. لا خليني اقول لك انه احداث 2011، ثوره 2011 وبعدين بعدها 30/6 عملت نوع من الفجوه بين مؤسسات الدوله وبين الشباب، وحصل يعني صدام في اوقات كثيره، وترتب على ده انه عدد كبير من الشباب تم القبض عليه باساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. احنا محتاجين نعمل بريدج، نعمل اعاده ثقه ما بين الشباب وما بين مؤسسات الدوله، ويجب ان الاحزاب تفتح ابوابها على مصراعيه ومنظمات المجتمع المدني حتى تمكن الشباب من فكره التطوع وفكره المشاركه وفكره العمل العام، يتعلمها ويمارسها ويبقى عنده طموح. وبدل ما يبقى عندنا تنسيقيه الاحزاب اللي هي يعني في الغالب مغلقه على عدد قليل، وانت بتتكلمي على 60% من المجتمع من الشباب، مكانهم الطبيعي ان هم يكونوا في احزاب لها برامج متعدده، لها رؤى متعدده، لها رسائل لها متعدده، لها برامج ولها ايديولوجيات مختلفه يعني. لكن يعني ما دام مش متطرفه هذه الايديولوجيات ولا هي يمين ويسار. احنا ما عندناش اكتر من اربع توجهات في الوطن يعني. فاحنا مش محتاجين اكتر من اربع احزاب قويه تجمع الشباب وتديهم الامل من خلال الانتخابات المحليات. خلينا نبدا بالمحليات اول. 110 كلهم يمين بس ولا يسار بس؟ ما هم متنوعين، فيبقوا ممثلين. ما الاحزاب بتمثل الناس. طيب.